الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، نسير بحضراتكم في أشواطنا الصباحية التي تسير بتحديات الكبار، بتحديات التنافس والتحدي مع هذا اللقاء الجميل واللقاء الأصيل إلى مقدمة الشوط وإلى ما يدور من تنافس مع شوط الحول المهجنات الأصايل. هو الشوط السادس في انطلاقات المرموم وصباح المرموم في هذا اللقاء، حيث تنطلق هذه الفعاليات وتنطلق هذه الأشواط، معلنة كذلك عن حضور بكل هذه الشعارات بتنافسها وبتحديها وبمنافساتها الكبيرة إلى مقدمة الشوط وإلى ما يدور من تحدي ولقاء. المقدمة تتقدم في هذا اللقاء على صدارة الشوط تكريم، تعود ملكيتها لراشد بن يمعة بن مرزوق الشامسي، يتقدم إلى الصدارة وإلى المقدمة. بينما المركز الثاني هنا كحال سعيد بن عبد الرحمن الناصري يقدم كحال لتحتل المركز الثاني. مشاهدينا الأعزاء، بينما شعار بن غويث يتدخل على المركز الثالث وهي حشيمة، حشيمة تعود الملكية سيف بن مبارك بن غويث الكتبي. أما المركز الرابع فننتقل مباشرة إلى الجابرية، الجابرية تعود ملكيتها المسري بن سالم بالعرطي الحميري. بينما المركز الخامس أو المركز السادس، الخامس من الجانب الآخر، هناك وصول من صوغه محمد بن علي بن حماد الشامسي. وسادس المراكز نذهب مع سمحة، سمحة لسيف بن سلطان بن سيف الاجتبي. الآن على المركز السادس مشاهدينا الكرام، هذه ست المراكز الأولى ذهبت بأول الاندفاع وأول التحدي لمستوى هذا الشوط من المهجرات إلى صايل. ناخذ المركز السابع، وهنا تتقدم خود محمد بن سعيد بن صالح القريصي، محتل المركز السابع في هذه اللحظات. المركز الآن نذهب للمركز الثامن، شعار بن قطامي السويدي ويقدم لنا طموح، مبارك بن محمد بن قطامي السويدي محتلا المركز الثامن. المركز التاسع هذه اللي وصلت الملغوثة، تعود ملكيتها لسالم بن مسور بالقوبع. بينما المركز العاشر شعار بن منانة يحضر مع شمعة منصور بن سعيد بن منانة. ها هي النتيجة للعشر الأسماء الحاضرة والمتقدمة في ملتقى هذا الشوط في منافسات هذا اللقاء. يعني نذهب مع أشكال ألوان أسماء مسميات، ولكن تبقى دائما تحديات الشعارات هي الأبرز في ملتقى أشواط التحدي والنواميس. عودة إلى الصراع وعودة إلى المقدمة. أعود إلى مقدمة الشوط وأعود إلى حشيمة، إلى حشيمة هي المسيطرة حتى هذه اللحظات. سيف بن مبارك بن غويث الكتبي على قائمة وقمة الشوط. بينما المركز الثاني وصلت كحال سعيد بن عبد الرحمن الناصري يقدم كحال، يتواجد في المركز الثاني. نشوف الجابرية في المركز الثالث، تعود ملكيتها لمسري بن سالم بالعرطي الحميري من حضرت واحتلت المركز الثالث في هذه اللحظة. بينما المركز الرابع
تصل من خلال تكريم لراشد بن يمعة بن مرزوق الشامسي واصلا إلى المركز الرابع. أما المركز الخامس فهناك تواجد من قبل سمحة سيف بن سلطان بن سيف الاجتبي واصلا وحاضرا في تحديات هذا الشوط على المركز الرابع. هذه الأربعة أو الخمس المراكز الأولى، بينما يأتي شعار بن حماد مع تواجد وانطلاقة صوغة محمد بن علي بن حماد الشامسي يقدم صوغة في هذا الملتقى. المركز السابع الآن وصول من شهد، شهد منصور بن سعيد بن منانة يأتي على المركز السابع والمركز الثامن. شعار هذه ملغوثة، ملغوثة سالم بن مسور بالقوبع يتقدم المركز الثامن. المركز التاسع المبارك بن محمد بن قطامي السويدي، وهي الطموح والطموح مسموح بهذا اللقاء وبكل اللقاءات. بينما المركز العاشر هذه اللي وصلت أخود محمد بن سعيد بن صالح القريصي حتى اللحظة تحتل المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء لمراكزنا المتقدمة، لمراكزنا التي تسير وتشير إليها العيون دائما بانطلاقاتها المتفوقة. 4 كيلومترات خلصنا منها، 4 كيلومترات راحت عنا. عودة إلى المقدمة ما شاء الله، وابن غويث يقدم حشيمة، يقدم حشيمة صاحبة يعني إنجازات سيارات مشاركات قوية. هذه الذلول وهي الآن تسير بشعار بن غويث سيف بن مبارك بن غويث أهالي طوي السامان حتى اللحظة فالمقدمة وفي اللقاء. بينما المركز الثاني شوف التسلل في المركز الثاني في هذه اللحظات من قبل سمحة سيف بن سلطان بن سيف الاجتبي يأتي على المركز الثاني. أما المركز الثالث فالحضور من وجود تكريم راشد بن يمعة بن مرزوق الشامسي محتل المركز الثالث. من الجانب الآخر هناك اليابرية لمسري بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز الخامس من خلال كحال سعيد بن عبد الرحمن الناصري يحتل المركز الخامس. هذه الخمس الآن تشاهدونها تسير باندفاعتها العفوية واندفاعتها التلقائية، وهي تقدم مسار يعني هجن أصيلة في مشاركات ميدان المرموم. بينما نتابع المركز السادس وناخذ لفة لنجد شهد تتقدم، شهد لمنصور بن سعيد بن منانة بدأت تتقدم ويعني تشارك كذلك صدارة هذا الشوط بهذه الذلول الأصيلة المهجنة اللي يأتي بها بن منانة في المشاركات. بينما طموح تحتل المركز السابع الآن تقدمت مبارك بن محمد بن قطامي السوي على سابع المراكز، ملغوثه في المركز الثامن، تعود ملكيتها لسالم بن مسفر بالقوبع. بينما شعار بن هادوم هذه اللي وصلت الان مشاهدينا الكرام وتقدمت مثايل سعيد بن عبد الله بن هادوم في المركز الثامن، المركز التاسع، المركز التاسع وصول من قبل اخود لتعود الملكيه. اذا مشاهدينا الكرام محمد بن سعيد بن صالح القريصي والمركز العاشر، المركز العاشر هذه اطلال محمد بن عبد الله العسكري تشاركنا وتتسير باول ندى لها في هذه اللحظه. أعود إلى المقدمة ولا زالت حشيمة. إذا مشاهدينا الكرام حشيمة في أرض الواقع وأرض الناموس، ها هي أمامكم سيف بن مبارك بن غويث تتقدم المشاركين إلى المقدمة. بينما المركز الثاني، المركز الثاني يا سلام يا الناصري، الناصري يأتي يتقدم سعيد عبد الرحمن الناصري يقدم كحال في هذا الملتقى وفي هذه اللحظة تتقدم للمركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث شوف القدوم من شهد، بدأ التغيير، بدأ الجد مشاهدينا الكرام. الكيلوين
الاخيرين وبوابه العبور ما شاء الله. شهد منصور بن سعيد بن منانه طموح من الجانب الاخر، مبارك بن محمد بن قطامي السويدي، الله شوف شوف مثايل قادمه. سعيد بن عبد الله بن هادوم اللي يتغاوى سعيد بن عبد الله بالفعل بن هادوم الاكتبي وصل خذ المركز الثالث، المركز الخامس خود 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 قادمه، هذه خود لمحمد بن سعيد بن صالح القريصي محتله المركز الخامس، المركز السادس طموح، المركز السابع ملغوث سالم من مسفر بالقوبع، المركز الثامن اطلال سعيد بن عبد الله العسكري، المركز التاسع هذه اول ندى نشوفها الان تتقدم هذه عوايد محمد بن سلطان بن زايد الكتبي، والمركز العاشر بن خموشه يقدم محنه، محنه مظفر بن خموشه العامري على المركز العاشر. هذه النتيجه للعشر الاسماء، للعشر الاسماء اذا المشاهدين الكرام، لكن لا زالت حشيمه، لا زالت حشيمه صاحبه يعني انجازات وصاحبه سجلات تمهيديه والذهبيه عند رعيها، لكن التمهيديه نعرفها في ميدان المرموم تشاركنا دائما وتفوز وتنجز وتحقق المركز الاول سواء في هذا الموسم او الموسم الماضي. 1200 وراحت حشيمه، راحت حشيمه سيف بن مبارك من غويث في المركز الاول، الناصري يقدم كحال في المركز الثاني، سعيد بن عبد الرحمن الناصري ياتي على المركز الثاني، يلا يلا نشوف من ينتصر الناصري ولا بن غويث ولا بن غويث ولا بن غويث، لكن شوف القريصي هينكم خود خود محمد بن سعيد بن صالح القريصي قادم في المركز الثالث، بن هادوم رابعا، لكن الثنتين ما حركون ما كلموهن غير على الصوت، غير على صوت السماعه ما يجيبن يا اخوي، عطوهن حبتين عطوهن حبتين. شوف السيطره الحشيمه، حشيمه مسيطره، كل السيطره حشيمه الى كل السيطره مشاهدينا الاعزاء ما شاء الله. هذه حشيمه بالمركز الاول بناموس هذا الشوط، الله سيف بن مبارك بن غويث، لكن تحذر بن عمك ياينك، بن عمك ياينك بن هادوم في المركز الثاني مثايل، سعيد بن عبد الله بن هادوم الاكتمي حل في المركز الثاني، ولكن بن غويث مع حشيمه، حشيمه 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 الله حشيمه. اذا المشاهدين الكرام تنفرد بناموس هذا الشوط، تنفرد بناموس هذا الشوط ما شاء الله عليها، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوف شوف حشيمه اذا تنجز تدي سيف بن مبارك بن غويث وهالي طوي السامان ناموسا مستحقا من ميدان المرموم، تهانينا على هذا الفوز والانتصار، سلام يا طوي السامان سلام. المركز الثاني مثايل سعيد بن عبد الله بن هادوم الك تبي احتلنا المركز الثاني، المركز الثالث حال سعيد بن عبد الرحمن الناصري، المركز الرابع هنا ياتي دور خود محمد بن سعيد بن صالح القريصي، والمركز الخامس ملغوثه سالم بن مسفر بالقوبع محتلنا المركز الخامس. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا الكرام، تحدي كبير ومنافسات شيقه عملاقه يذهب بها ناموس هذا اللقاء مع هذا الشوط. أعود إلى التوقيت الزمني لحظات الوصول ب 13 دقيقة ثانيتين جزء واحد من الثانية، وهنا حشيمة ياتي سيف بن مبارك بن غويث ثاني والناموس سلام يا طوي السامان سلام. 13 دقيقة 4 ثواني 3 أجزاء من الثانية مثايل ثاني لمالك سعيد بن عبد الله بن هادوم الاجتبي على هذا الفوز والانتصار والمشاركة، بينما المركز الثالث كان الحضور، المركز الثالث كحال سعيد بن عبد الرحمن الناصري ثانينا والناموس على هذا الفوز و13 دقيقة، وأمامكم على الشاشة مشاهدي الكرام 10 ثواني جزئين من الثانية، ثانينا والناموس والسلام للجميع على هذا الانتصار.